مهرج لطيف ودمه خفيف وبيقول نكت هتخلي مولانا الامير يضحك ويفرفش ويسعدنا زي عادته. نادي على المهرج اللي بره. انا هسمح لك تقول نكتة واحدة بس، النكتة دي لازم تضحكني مش كده؟ هتضحك قوي يا مولاي. ان ما ضحكتش هقطع لسانك. يلا قول ضحكني. مرة يا مولاي واحد راح السوق يشتري معزة، وهو ماشي في الشارع قبله راجل فقي، قال له رايح فين يا قفص؟ قال له رايح السوق اشتري معزة. قال له خيامك الله، قول ان شاء الله. قال له ان شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والمعيز في السوق. خد بعضه وهو ماشي، قابلته معزة لطيفة ظريفة، راحت غمزاله بعينها وبصله بنص عين كده وقالت له ما 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 ما. راح سايبها وماشي، وراح في قلب السوق دور على قلب المعيز، فضل يدور في وسط المعيز كان ماني لقى معزة لطيفة ظريفة، فضل يقلب فيها عجبته، حب يشتريها، حط ايده في جيبه ودور على الفلوس، لا ايده نافد على الفاضي يا مولاي. خد بعضه وهو راجع، وهو راجع برضه قابله الفقي، قال له كنت فين يا قفص؟ قال له ان شاء الله راحت الفلوس. وبعدين النكتة خلصت يا مولاي. تضحكوا عليها يا كدابين يا منافقين. انت هقطع لسانك علشان تبطل تقول نكت بايخة. في عرضك يا مولاي،
اسجنه بلاش تقطع لساني مولاي. عيب عيب، انت بديك اليوم لما تقدم لسانك على سان مولاك. فين الاخلاص؟ فين المحبه؟ فين الوطنيه؟ خدوه خدوه، يلا الله يرحمه يا اولاد، الله يرحمه، الله يرحمه، اديني فرصه يا اولاد. اهلا 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 جعفر، كنت فين يا وزيري؟ بخدمتكم يا مولاي. المجلس كله موجود ناقص جعفر. ليه يا جعفر؟ كنت مشغول بشؤون الدولة يا مولاي. انت مفوض باسمي يا جعفر، اعمل كل حاجة على شأن البلد. انا عيان يا جعفر. سلامتك يا مولاي. مفيش نفسي اكل، مفيش نفسي اشرب، مفيش نفسي اضحك، عاوز اضحك يا جعفر. انا جايب لك معايا اللي هيضحكك ويبسطك يا مولاي. ايه مهرج تاني؟ مفيش زيه في مصر. بغبغان. مهرج كبير يا مولاي. انت يعرف يكلم بغبغان؟ طيب قول حاجة، سمع حاجة. انت عارف دي معناها ايه يا جعفر؟ انا قصدت يا مولاي ان اجيب البغبغان ده بالذات عشان يشتمني. علشان يتربى ويتعلم الادب يا مولاي. البغبغان ده من الصعيد، اتولد وعاش في معسكر نور الدين، علموه يكره شركس ويشتم شركس. فانا جبته هنا مخصوص يعيش في قصر مولانا الحاكم العادل والمحسن الكريم، وعلشان يشعر بالفرق الكبير بين مولانا وبين حتة مملوك حقير اسمه نور الدين. وساعتها هيقول من كل قلبه يعيش الامير شركس. جعفر انت حبيبي مولاي. ايه بغبغان بيقول ايه نور الدين؟ مولاي ما سألتنيش عن هديتي. وفي هدية بعد هدية جعفر؟ اتفضل شوف. مماليك 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 يا جعفر، مماليك مماليك مماليك. عفارم مايبك عفارم. صرف سنتين يا مولاي حقلة من مماليك شجعان. ليه شعر؟ عبدك يا مولاي. كم دفعة بتقدم من دول في السنة؟ دفعتين بس يا مولاي. لا مش كفاية، لازم تقدم دفعة كل شهر وكل مرة ضاعف العدد. أمرك يا مولاي. سامع جعفر؟ بس دول يحتاجوا المصاريف كتير والخزنة فاضية يا مولاي. يعني عاوزني أعمل لك إيه جعفر؟ أملاها أنا؟ مين المسؤول؟ تسمح لي أتكلم يا مولاي؟ عاوز تقول إيه يا أيمن؟ الوزير جعفر هو المسؤول عن النكسة اللي أصابت في المال يا مولاي. أنت بتفهمني فهمتني؟ محدش يصدق ان سوق سلاح وهو اغنى حي في البلد يدفع ضرايب 5000 دينار بس يا مولاي. سوق السلاح ما يقدرش يدفع اكثر من 5000 دينار. سوق السلاح يقدر يدفع اضعاف مضاعفه. انا مستعد استلم زمامه منه وادفع مؤتمن 10000 دينار يا مولاي. سامع جعفر يقول 10000 دينار؟ حي ده يا مولاي بقاله في حياسه سنين وانا ارضى الناس في احواله. أنا مستعد أدفع 11000 يا مولاي وأنا ضامنه. جعفر بيقول 11000؟ ما يقدرش يا مولاي. المية تكذب الغطاس يا مولاي. عفارم هيبك عفارم، شك وزن. أنا خلاص موافق. سلموا زمام سوق السلاح واستلم منه. قلت كام يا هيبك؟ 11000 دينار. 12000 يا مولاي. خلاص جعفر استلم منه 15000 دينار. هتحصل المبلغ الكبير ده ازاي؟ الناس ما بيدفعوش ضرايب. بكره تشوف هتحصله ازاي.
اهي جلت منك يا حلو. لا يا معلمي، انا ايدي ما تجليش ابدا. السلاح مش مظبوط، يلوح يمين. اهو كده، عين عليك برد يا ابو حميد. ده انت بقيت برنج صنايعي سوق السلاح كله. العين ما تعلاش يا معلمي، انت الاصل، مفيش صنايعي جريك ابدا. الكلام ده كان زمان يا ابني، ايام ما كنت برنج نشانجي وبرنج صنايعي وبرنج كل حاجه. لكن دلوقتي خلاص، البركه فيكم انتوا. صباح الخير يابا. صباح النور يا ست البنات. يا ترى عامله لنا ايه بايديك الحلوه النهارده يا قمر؟ حاجه تستاهل بقك يابا. خبر ايه بيه؟ كل ما عينك تيجي في عينين احمد تدخمسي وتتكسر. الله، احمد ده زي اخوك يا قمر، الحته كلها عارفه انه زي ابني تمام وتربيت ايدي. صباح الخير يا حاج محمود. اهلا وسهلا. يا صباح النور يا شيخ سلامة. للصحة. أهلا وسهلا. وضبت لي الطلب؟ جاهز يا عم من امبارح العصر. لا لا ما تقلبش، أنت قدامك بضاعة ملهاش مثيل ولا في بر الشام كله. ما احنا كمان ما بنشريش إلا منك، ولو إنك لا مؤاخذة يعني غالي على السوق. الغالي ثمنه فيها يا شيخ سلامة. روضة. حلو. نعمة من الله. وأنا محروس. هوصل البضاعة للزبون. سلام عليكم يا حاج. سلام ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة. بتستغفلني يا واد؟ بتضحكي على دقن ابوك يا بنت؟ لو النبي يابا. قال يابا، ابا ما شاف بعينه، ما حدش قال له. ده انا هشرب من دم. لا يا عم قمر، ملهاش دم، كلمني انا. نعم، عايز تقول ايه يا بجح؟ احنا ما عملناش حاجه تغضب ربنا. او النبي يابا. خشوا في عيب يا ولاد، خشوا. واللي شفته دلوقتي بعناية اسمه ايه؟ حلال؟ انا بحب قمر يا عم. ايه؟ وانت وهي كمان. او النبي يابا. ومتفقين على الجواز. متفقين يابا. وما قلتيش ليه من زمان يابا؟ ما هو كان هيقول لك، بس كان مستني. ما تقول له يا احمد. ما تقول يا سي احمد. كنت مستني لما احوش المهر يا عم. وحوشته يا عمي؟ حوشت، بس لسه مش قد المقام. طب امشي بقى، روح على بيتك. تطردني يا عمي؟ يا واد اسمع الكلام، روح قول لامك تجهز كل حاجه. قول لها عم الحاج محمود هيجوزني بنته، كاتب الكتاب والدخله بعد بكره. ابوسك يا عم. ابوسك يابا. ابقى انا ما جبتكش. خلي بعد بكره، ابقى شرفنا. ربنا يتم بخير. مش فاتح. انا فرحان. طب انا مالي؟ خليك ابن بلد. دخلتي بعد بكره يبقى شرفنا. يا ابن زقزوق، يا ابن زقزوق. ايه؟ دخلتي بعد بكره جهز نفسك، نقل ورقص وطن رقص. في قلب نهار ابيض، في قلب نهار ابيض. ايه دول؟ حق الست. يفتح الله. مع كده خليك مهاوية. مهدك ابنين ما تشطريش. قبل ما تمد ايدك قلت لك على سعرهم. الله، ما انا مشتري من بره زيهم. عايز تدفع كام؟ خد عدوه. بركات وطن. شيل يا عم حلال عليك. اشيل بنت على هنا، ده لسه كمان قدهم. وحياة الحسين لا معايا لا قدهم ولا خمسوهم. يا عم وخلصينا. عايز اقول لك على خبر مهم. خد يا عم، مع السلامة. تسلم يا هنية. تسلم، انت على هنا. ما تمشي بقى من غير ما تروح. مش لما عدهم. ما تعدش، خد. ما كمان يا خراب البيوت، انت اتجننت يا احمد؟ انا فرحان. فرحان الخسارة؟ ولا يهمك، انا كسبت 1000 دينار. بتقول ايه؟ 3000 دينار. أنا كسبت الدنيا كلها. أنت شارب حاجة يا أحمد؟ شممني بقى. ها، في حاجة؟ لا. تعالي اقعد يا عم. أنت بتتلوى كده ليه يا أحمد؟ وريني. يا مخبي، إيه ده يا أحمد؟ دي الشبكة. شبكة؟ أيوة، شبكة العروسة. أنت مسحتي حاجة؟ أبدا.
اسمع الاخبار. ايه؟ الحاج محمود مات. هيديني امر. انت كلمته ووافق؟ يا فرحتي يا فرحتي. هاتي بقى الحصاله اللي محوش فيها المهر والشبكه، هنعمل كتب كتاب بعد بكره. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. المهر عليك والشبكه عليا. اه ده انا نادراه يا احمد. ده انت اشتهت عيار 21 وشخشخ بندق عيار 24 في 20 خيريه. ده انا محوش اهم لليوم ده يا ضنايا. ربنا انت من فرحك على خير يا احمد يا ابني. كسب 200 دينار يا حلو. بس هو ده وقته يا معلم. وقته نص. يلا امال على البيت. استعجل الواد محروس وروحوا على المخزن هاتوا السلاح كله اللي هناك. اتحرك قول يا فكيك. يلا بسرعه. فين بقيت السلاح؟ جوه في الاوضه. ومستني ايه؟ مش عايزين يدخلوني. ليه؟ اصل العروسه جوه التنس كده. طيب وانت هنا بتعمل ايه؟ يلا روح شوف شغلك. خش يلا. سامر
وينوروا الفوانيس ويجوا الحبايب والقرايب. الرجاله تحت والستات فوق والمزيكا بتوقف والعوالم تغني ويزفوني اصحابي ويزوروني الحسين ويوصلوني العروس. وبعدين وبعدين بعدين اروح اتفضل يا عريس، صحابك مستنينك ومش تحت امرك. اتفضل يا عروسه، الجثه بتستناك عشان الدخله. جاي يا اختي انت عندك روح الدار. ده رايح يا حاج. ايه يا شيخ سلام؟ هو راح يجيب السلاح منين؟ طول بالك، الصبر بالله، السلاح هيوصل حالك. يوصل حالك. سلاح اهو السلاح قدامك يا عبد، عاين على كيفك. راجع عليك يا حاج محمود، اللي بيجي برضه ده محروس. نعم يا معلم. عمك الشيخ سلام. سلام عليك يا حاج. سلام ورحمه الله. سلام يا محروس. مع السلامه. اتفضل يا عبد، ادي نصيبك. ما تخلصنا يا عريس، ده احنا هتحمط. استنى ما نشوف المهم. ايه مبسوط بقى يا ابو حميد؟ يا ده من عدامنا يا معلم. تعيش يا ابني. صباح الخير يا شيخ عثمان. الخير هيجي منين يا استاذ احمد؟ ليه كف الله الشر؟ الشر موجود طول ما انتوا بتبيعوا سلاح للمماليك. ما هي دي الكلمه اللي قدرك عليها ربنا عشان تقولها له يوم فرحه. ربنا يتمم بخير يا سيدي. يا رب. لكن السلاح اللي اتشال شاله تاجر من الجماليه اسمه الشيخ سلام. مال عليك يا احمد، دي فولة. فولة؟ ده مش تاجر، ده جاسوس من جواسيس المماليك وشركس. يا عم انا رقبت بعيد، لا بقول يسقط شركس ولا يحيى نور الدين، احنا ناس في حالنا كافيين خيرنا شرنا. اقول لك فرجوا قريب. انت مش فاهم يا احمد، دول بيلموا السلاح اللي في الحي كله عشان اذا حصلت في الامور امور يذبحونا كلنا ولا نقدرش ندافع عن نفسنا. ما تروح تقول الكلام ده للوزير جعفر، اهو مصر زينا وخارب بيتنا بالمؤوس والضرايب اللي كل يوم يفرضها علينا. روح يا ابني كمل حلاقتك وجهز نفسك. بلاش يا عثمان، ما قدرناش على الحمار، مش شطر على البرداعه.
عالم قبله عبقري. قلبك فين مساجين؟ موجودين يا فندم. خليهم يجوا هنا علشان مماليك يتعلم فيهم نشان، بدل ما هم قاعدين ياكلوا ويشربوا ويكلفوا الدوله دنانير. الرحمه يا مولاي، انا مريحه، انا مصدومه. قولي انك غلطانه وندمانه وانا اعفو عنك. انا غلطانه وندمانه يا مولاي. خلاص، ما دام اعترفتي انك غلطانه وندمانه لازم نقتلك. اقتلوها. منك لله يا ظالم. نشانك مش مظبوط، عاوز يموت زيهم. نش الحمامة دي. ها فالم، هات حمامة. مسكين حمامة، مسكين مسكين. دي حمام ساكن رجله رسالة. دي من نور الدين يا مولاي. اقرا. قابل مندوبنا في بطن الفيل، المخلة مليانة وعليها علامة، ستجد معه النقود الذهبية، استلمها وعدها عدا صحيحا، والله معنا. نور الدين. نور الدين خيانة، القصر فيه خونة، نور الدين بيهددني. يا عيبك. احنا ما نخافش من نور الدين يا مولاي، احنا نخاف من الناس اللي بتقربهم منك وتخصهم بعضك. تقصد ايه يا عيبك؟ فسر كلامك يا عيبك. انا ما حددتش حد، انا بقول الناس. تعرف الناس دول؟ الوزير جعفر يعرفهم اكتر مني يا مولاي. انت بتحرجني يا عيبك. انا بتهمك. انا بتهمك. يا مولاي اللحم، دول الاثنين من اخلص واحسن رجال. ما اسمع مجاهد، بيني وبينك انا اتضايقت منهم، واحد يخلص على التاني. عفارم ايمن، عفارم جعفر. اعملوا له جنازه لي بمقام العسكري. ايبك كان عزيز عليا قوي. جعفر، انت دلوقتي مسؤول عن كل كلمه جت في رساله نور الدين. لازم تقبض على الرسول بتاعه. اسمع يا مولاي. شفت لك ترايب البرج كويس؟ روح حالا جامع الفيل قبل الرسول. الرسول معاه رسالة فيها كلمة السر وخطة الهجوم. اوعى الرسالة دي تقع في ايد شركس ونضيع كلنا ويضيع المجهود اللي عملناه. طب وهعرف الرسول ازاي؟ الرسالة بتقول مخلة مليانة وفيها علامة، يعني ان الرسول على صدره نشان. كلمة السر شعب، فاهم؟ كلمة السر شعب. امرك يا مولاي. تمام. Thank you.
دماغنا عن روحك، عايز تموت نفسك؟ انا عارف اللي بعمله. انت هتودي نفسك في مصيبه. انا مسؤول عن نفسي. انت فاكر انهم هيسيبوك تقتل في رجاله ومش كتب؟ انا مش خايف. لكن انا خايفه. محدش له دعوه بيا. عايز تعمل ايه اكتر من كده يا احمد؟ انا اخترت سكتي وهمشي فيها للاخر. يموتوك يا احمد. حياتي ما تهمنيش. حياتك فيها حياتي. كنت تعيش مقاديك. احمد مبقاش ينفعك دلوقتي، انا لازم انتقم، هقتلهم هقتلهم. انا ما قصدتش ازعلك، لكن طريقتك دي هتضيعك وتضيع الحي كله معاك. لما اخلص اللي في ايدي اوصل للجامع ارجع الاقيك خلصت. لا يا احمد فيكوا صاحب المحل ده؟ بقول مين فيكوا صاحب المحل ده؟ محدش عاوز يتكلم؟
انا صاحب المحل. فين المملوك اللي كان هنا؟ مملوك؟ مملوك ايه؟ اللي اكلتوه. احنا اللي هنا مملوك؟ اعوذ بالله. عوض الله. ما تستعبطش. في مملوك اتقتل هنا. انا ما شفتش حاجه. في حد فيكم شاف؟ انت بتقول انك شفت الحادثه. حصل ايه؟ كلم. انا هقول لك. انا كنت قاعد في الجامع جنب الشباك، وبعدين شفت مملوك جاي يجري بالحصان ودخل في الدكانه دي، وبعدين شفت البنت دي جايه تصرخ وتقول للراجل ده الحق يابا احمد بيقتل مملوك. تعالي هنا. شفت المملوك اللي اتقتل؟ انا هقول لك اللي شفته. انا كنت في السوق بشتري طرحه لامي. بالاماره مش شفتني يا بهلول؟ ايوه، اشتريت قرصات حمص واديتني هوايه ونسينا نساله، وكمان انت ما لقيتيش عند عم خالد طبع خالص. ارجع ورا. حاضر. كملي. قلنا نروح للعقاد. وبعدين؟ وانا ماشيه في السكه قابلتني العروسه دي. انت مش شفتيني يا شاطره؟ حصل ولا لا؟ حصل. وبالاماره الحمص اهو. يبقى مين بقى اللي شفتها داخله الجامع؟ يبقى مفيش حد غيرك. تعال هنا. ان ما كنتش هتعترف على القاتل هحطك في السجن واحكم عليك بالاعدام. قول فين المملوك ومين اللي قتله؟ انا لا شفت مماليك ولا احب اشوفه. اتكلم. ما عنديش قول. هتندم. ربنا موجود. خدوا السجن. فارق قريب والاسد لم يخيب. الله الله يا رجاله. كل واحد يروح يشوف شغله. يلا يا ستي شوفي شغلك. تعالي يا شاطره روحي العادي يا حبيبتي. ما تيجي اقعد تشوف شغلك. لا حول الله، ذنبه ايه الشيخ سيد الساق؟ هم هيموتوه يابا؟ الله اعلم، دول جبابره يا بنتي. طب واحمد؟ احمد فين؟ ما تخافيش، احمد بخير. يلا يا حاج محمود خد امر وروح. تعال يا يلا يا حاج. يلا اتفضل. احمد اطلع يا احمد. اسمع يا احمد، السكه اللي انت متابعها ديت مش هتوصلنا ابدا. انا وراهم والزمن طويل. طريقتك دي هتضيعنا كلنا. لو كنتوا خايفين على نفسكم مالكوش دعوه بيا. ما تبقاش مندفع يا احمد. ايد لوحدها ما تسقفش. لازم نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض ونبقى يد واحده. مش فاهم. دلوقتي هتفهم كل حاجه. تعال معايا. مساء الخير. مساء النور. ثلاث ورقات محوجين، زر ورد وحبة البركة، والتالتة عود ياسمين. خش على اليمين. نصيبي انا، انا اللي هخلص لكم عليه. هتعمل ايه يا احمد؟ الحي محاصر. ما تخافش عليا.
تحاوليش تدعيني بدموع الفتانة. أنا طولت بالي عليك كتير. أحمد فين؟ أحمد فين؟ ما أعرفوش. أحمد يبقى خطيبك. أنا ماليش خطيب. الإنكار مش هيفيدك. ما عنديش كلام أقول. هتتكلمي غصب عنك. أحمد فين؟ أحمد فين؟ مش هقول لك على مطرح، مش هدلك عليه. احمد برقبتك، احمد ما خانش بلده وباع اهله زيك للمماليك. خلاص ما تحطش ايدك عليا. الانكار مش في صالحك، اذا كنتيش هتعترفي الحي كله هيتحرق. اتكلمي. مش هتكلم. هعذبك. عذبك. هكويك بالنار. احرقك. هموتك. موتي لكن مش هتكلم. مش هتكلم. اطلع شوفوا مين يكلم اللي فوق ده. واقف مفهوم كده انت اهو. امشي روح فتش الناحيه الثانيه. اني مش همسكم باي سوء نظير خدمه واحده تاديها لي. ما تبلفنيش. مش هقولك. انا ما يهمنيش القتيل ولا القاتل، كل اللي يهمني الرساله اللي كانت مع القتيل. احنا ما شفناش حاجه وما خدناش حاجه. ما تبقيش راسك ناشفه، اسمعي الكلام وليه لخطيبك. انا عايز الرساله اللي كانت مع المملوك. اوعدك اذا خدتها هفرج عن السقف الحال ومش هيمسكم اي سوء. طب واحمد هتعمل له ايه؟ ماليش دعوه باحمد. وايه اللي يضمن لي؟ انا أقسمتلك بشرفي. لا احلف على الله. اكتب بهذا الكتاب الكريم اني هنفذ كل اللي قلت عليه. طب اديني مهله يومين. ولا يوم واحد. الرساله دي لازم تكون عندي قبل طلوع الفجر. كده من زمان. ايه اللي انت لابسه ده يا احمد؟ مش وقت. احمد ابعد عن السكات وخلينا في حالنا. مش ممكن. وليه بس؟ النهارده بس فتحت عينيا على حاجات كتير ما كنتش شايفها من زمان. حاجات ايه؟ الظلم اللي احنا عايشين فيه ده ليه نصبر عليه؟ احمد مرض طيب ومرض خير، انت كنت هتودي نفسك في داهيه الليله. يا ريتني كنت قدرت اقتله واخلص البلد منه. انا مش قصدي يا احمد ده يقدر يزينا. قمر احنا مش لوحدنا، احنا معانا ناس كتير كلهم اتظلموا وكلهم ايد واحده. ما بلاش نشر نفسنا في اللي ملناش فيه. ملناش فيه؟ ملناش فيه ازاي؟ انت نسيت انهم خلوا فرحنا ميتا؟ نسيت انهم قتلوا امي؟ نسيت انهم خدوا عم سيد السقه بسببي؟ نسيتي كل ده قمر؟ نسيتيه؟ كفايه كفايه. انا ما نسيتش حاجه. بس ايه؟ الوزير جعفر حلف على المصحف انه هيعفي عنك لو سلمت الرساله اللي مع المملوك. الرساله معايا لكن مش هيشوفها بعينيه ابدا. طب وهتعمل ايه؟ ده الطعم اللي هصطاده بيه. انت مستغني عن عمرك يا احمد. لازم اخلص عم سيد السقه. هتروح القصر وهقابل جعفر. اعقل يا احمد. ولا هيقدر يمس شعره من راسي. انا عارف اللي بعمله. انا خايف عليك يا احمد. ما تخافيش، تعالي اقعدي معايا وانا هفهمك كل حاجه. الرسالة دي خليها معاكي. لو الجن الأزرق طلبها منك اوعي تديها له. مش فاهمة. مش جعفر حلف على المصحف إنه هيناجيني لو سلمته الرسالة؟ أيوة. يبقى لازم الرسالة دي تهمه. وطول ما هي بعيدة عن إيده مش هيقدر يعمل لي حاجة. طمنتي بقى؟ والله ما أنا عارفة أقول لك إيه وأعد لك إيه. قولي لي ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. أمر. حاجة. حاجة مهمة أوي. خير. ضحكتك الحلوة.
ده عليك تعمله انكم تراقبوا بيت الحداد مراقبه دقيقه. اول ما تلاقوا القاتل داخل البيت اقبضوا عليه وهدوه هنا حالا. الرساله دي نوعت في تشركس. عارف. اطمن يا مولاي، لازم نقبض عليه باي ثمن. الخنجر اللي في ايدك لما تفرج عن الشيخ سيد انت بتضيع وقتك، يبقى هقتلك. بلاش تهور، تعال نتفاهم. احمد الحداد اللي قتل المملوك في سوق السلاح واللي معاه الرساله اللي بيدور عليها مولاي. عال 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 عال. يبقى بالشكل ده هنتفاهم بسهوله. هات الرساله. الرساله مش معايا ومش هجيبها الا لما الشيخ سيد يروح بيته. اسمع، انت عضمك طري ومش قد اللي بتفكر فيه. ما تنساش اني صاحب حق يا مولاي، وصاحب الحق عمره ما يخلق. تفتكر بالطريقه دي هقبل شروطك؟ بكل تاكيد. والسبب؟ ان الرساله دي تهم مولاي. اذا كنت فاهم كده تبقى غلطان. امال مولاي تنازل وشظف بيت نسيبي ليه؟ عشان اقبض عليك. كده تبقى الحكايه اتحلت. عن اذن مولاي. رايح فين؟ نادي الحرس عشان يقبضوا عليا. انا استحملتك كتير، لما كنتش هتجيب الرساله هقتلك في الحال. ده مملوك جديد من مماليك مولاي بدربه على رمية الخنجر. أخطر مشان ازاي تخطئ؟ امال دول بيعملوا ايه؟ ان ما كانوش نافعينك نشيلهم. مولاي دي أول مرة بيخطئ فيها ده جندي شجاع، أنا معلمه بنفسي، ممكن يصيب الهدف من على أي بعد. أنت نشانجي في رمي الخنجر؟ رينجي نشانجي يا فندم. تعالى. وريني شطارتك. اقعد يا جعفر، خليه ينسن على عمتك. مولاي مش بتقول معلمه رمي الخنجر؟ يلا يا راجل خليك شجاع. يلا. نسل. اسمك ايه؟ اسمه كاظم يا مولاي. كاظم؟ افارم كاظم، انت برينجي نشنجي. قول لي يا جعفر. مولاي سمعت انك قبضت على صاحب الدكان اللي اتقتل فيه رسول نور الدين. ايوه يا مولاي. واعترف مين القاتل؟ لسه بستجوبه يا مولاي. لسه؟ خلاص خساره، انت عجزت يا جعفر، قلبك بقى مليان حميه. انا هعلمك ازاي تنتزع منه الاعتراف. جهز لي اوضه التعذيب. مش هيعترف يا مولاي. ها؟ ده راجل عندي وراسه ناشفه. انت تعرفه؟ هو اللي قبض عليه يا مولاي. يا مولاي الصنف ده كل ما نزيد تعذيبه كل ما يزيد عناده. عنده عشم انه يعيش، على تفوت ما حد يموت. مظبوط مملوك شجاع، انت مخي تمام، لكن نعمل ايه علشان يعترف؟ القوس والسهم يا مولاي، هوقفه قدام عزرائيل. اه يا يعترف يا هيقبض روحه، ولما يشوف الموت بعينيه
الروح حلوه يا مولاي. معلوم، برافو مملوك شجاع، الروح حلوه. قول لي جعفر مولاي، جهز لي الساحه بكره الصبح والمجرم ده يكون هناك. عمرك يا مولاي. عباري مملوك شجاع، انت مخي لطيف. ايه اللي عملته ده يا مجنون؟ كان ممكن اكشفك قدامه واجيب له الرساله، لكن انا همشي معاك للاخر. الرساله دي لو وقعت في ايده البلد هتنحرق، المشانق هتتعلق. انت لو عرفت الحقيقه هتغير رايك. بس دلوقتي المهم ازاي هنتخلص من الورطه اللي وقعتنا فيها دي. لو كان عندك حسن نيه قدامك الفرصه. ايه عايزني اعمل ايه؟ تهرب الشيخ سيد السقا. مش معقول. توصي عساكرك يسهلوا له الطريق وتسيب الباقي عليا. ده اذا كنت صادق. ايه تمتحني؟ اثبت لي حسن نيتك يا مولاي. طيب روح انت نام في عنابر الحرس لغايه الصبح، وانا هبعت لهم اوامر تعيينك. مولاي. لكن للأسف شجاعتك دي هتكلفك حياتك. اعترف يا راجل. ما عنديش كلام أقوله. إن ما اعترفتش هتموت. ما احنا بيتين من زمان، انتوا خليتوا فينا روح. كان يوم أسود يوم ما دخلتوها وحكمتوها. اخرس يا كلب، ازاي تتجرأ وتقول الكلام ده قدام مولاك؟ المولى والله أنا ولي نعمتك. انت ولي نعمتي بالسيف وكرباك بس، لكن من هنا احنا نكرهكم ونستحقركم. نشنجي مولاي، خد المجنون ده. انا عاوز النسام في المخ مظبوط، لو كهربت يمين ولا شمال هطير رقبتك. يلا شوف شغلك. ايه اللي انت لابسه ده؟ انت بقيت مملوك يا احمد. وده برضه معقول يا شيخ سيد؟ انا لابس كده عشان نجيك. اهرب من الباب اللي قدامك ده. الحرس عنده اوامر يساعدك. هو هيضيعكم، الحي كله هيتحرق والناس هتتقتل. بس اهرب انت ومالكش دعوه. كان رموتي خلاصكم. شهل يا احمد، انا فداكم. انتوا شباب والبلد عايزاكم. اسمع الكلام واهرب. انت بتتغزل فيا يا نشجي؟ شوف شغلك. الحرس الخصوصي بتاع مولاك. كلب جعفر،
اعملوا له جنازة ليبي معامو. بأمر مولانا الأمير شركس ننذركم ونحذركم كل من سولت له نفسه الدنيئة بأن يخالف أو يتهرب أو يعصى أوامر مولاه سيكون جزاؤه الموت كما مات هذا اللئيم الذي خان بلاده فحقت عليه اللعنة. هذا جزاؤه الخائنين. والحاضر يقول أنا خايفة على أحمد أوي يا شيخ عثمان، يا ترى مين عارف أعمله فيه هو كمان؟ ما تخافيش أحمد بطل، ربنا معاه. سرقوا البهايم، قتلوا اهلي كلهم. انت الوزير جعفر؟ ايوه انا هو يا احمد. وبعدين جابوني القصر، اتربيت مع العبيد، شفت على ايديهم الذل والهوان، لكن صبرت لغايه ما بقيت فارس. وبعدين بقيت وزير لشركس وغرك المنصب ونسيت ده كله. لا انا مش ممكن انسى اليوم ده. ساكت ليه؟ انت اللي معطلني علشان ما ادتلكش الرساله، مش كده؟ الرسالة دي يا أحمد هي الخنجر اللي هغرزه في قلب شركس. نور الدين بيجمع قواته في المنيا، والرسالة دي بتحدد ميعاد وخطة الهجوم. اديني الرسالة، مستقبل البلد في إيدك يا أحمد، ما تضيعوش. ما دام الرسالة دي تهمك بالشكل ده مش ممكن أديها لك. بعد كل اللي سمعته؟ أيوه، لأن في ناس أعرفهم وأثق فيهم والرسالة دي تهمهم. قصدك الشيخ عثمان، حاج ابراهيم الحجام، والفخراني. عجيبه، تعرفهم؟ ثلاث ورقات محوجين، زر ورد، حبه البركه، والثالثه عود ياسمين. تبقى معانا. صدقت يا احمد ان جعفر ما هوش خاين زي ما كنتم فاكرين؟ لو كنت انا خاين كنت قبضت عليكم كلكم، كان زمانكم دلوقتي مرميين في سجون شركس. مولاي أنا آسف، إحنا كنا غلطانين. إحنا من النهارده رجالتك، ولازم أروح الحي حالاً وأجيب لك الرسالة. ربنا معاك. أحمد ده مش مملوك يا شيخ عثمان. السلام عليكم. سلام.
نعم. عاوز حاجة؟ أنت مش عارفني يا عم الحاج، أنا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعامل في نفسك كده ليه؟ ما هو كان الطبخة أنا طبخها له يا سيادة المماليك. اخص عليك، تبيع بلدك عشان طرطور تحطه فوق دماغك. أنت إيه اللي جابك هنا؟ جاي حتتنا. حتتك متبرية منك يا قليل الدين. اضرب يا حاج. لو كنت تظن فيا بصحيح ان انا بعت اهلي وخنت بلدي اضرب. انا مش مملوك يا حاج محمود. الهدوم اللي انتوا شايفينها دي لها اصل هقول لكم عليه. اقفل الباب يا شيخ عثمان واصرف الناس. اتفضل يا جماعه. يلا يا ستي يلا يا سيدي يلا يا اخويا يلا يا اخويا شغل. الهدوم دي عايشتني في قصر الظالم وعرفت بيها اسرار ما كناش نعرفها. اطمنوا يا اخوانا، البلد فيها رجاله بيشتغلوا بعقولهم عشان يبنوا لنا السلم اللي هنطلع عليه ونضرب ضربتنا. الوزير جعفر. الوزير جعفر اكبر راجل وطني يحب بلده. انت بتقول ايه؟ الوزير جعفر عارفنا كلنا وعارف ايه اللي بنعمله وعارف فين بنجتمع وعارف كلمه السر اللي بتجمعنا. لو كان خاين كان ضيعنا من زمان. انت جاي عقلك ايه يا احمد؟ جعفر كان معانا حلاوه. هو اللي بيحمينا ويشجعنا في السر. احنا لازم نحط ايدنا في ايده ونبقى رجالته علشان يقدر يحطم الصنم اللي اسمه شركس. يا اخوات انا هتجنن. مش فاهم حاجه ابدا. وانا انتوا فاكرين المملوك اللي قتلته؟ اه ماله؟ ده كان ممدوج من نور الدين للوزير جعفر. ايه ها؟ نور الدين بيتصل بجعفر؟ جعفر هو اللي بيرسم لنور الدين يا شيخ عثمان. طب مستنيين ايه؟ ما يلا يا جماعه بقى خلصونا. يوم الخلاص قرب قوي. المندوب اللي مات كان معاه رساله بالخطه المرسومه ويوم الهجوم، لكن الحمد لله الرسالة ما راحتش. أنا شايلها مع قمر. أنا رايح لها دلوقتي حالا. بس مش عايز كلمة من اللي قلتها تتقال بره. ادعوا لي يا رجالة. نور الدين عايز ايه؟ عايز تاكل؟ لا. عاوز فلوس؟ لا يا بير شركس. لازم عاوز هدوم. لا. امال عاوز ايه؟ عاوز قرص السلطره. خد 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 خد. عاوز العرش؟ طب خد خد خد. في ايه؟ واحدة من الشعب جاية تتظلم يا مولاي. خلوها تدخل. سيبوها. تعالي. تعالي تعالي. اسمك ايه يا أمورة؟ اسمي قمر يا مولاي. وبتعيطني ليه؟ ومين اللي ظلمك؟ وزيرك جعفر. وظلمك في ايه جعفر؟ الحجالة قصدي. كان في مملوك اتقتل في سوق السلاح. عارف. عارف ان في مملوك اتقتل في سوق السلاح. قدامه في خطيبي بالظلم. جوش! حريم كله برا. يلا. وبعدين يا عروسة؟ الوزير جعفر اتهجم عليا في البيت وقال ان القتيل كان معاه دهب. مش كده؟ لو النبي يا مولاي ده حتة رسالة. مش عرفك انها كانت رسالة؟ عشان علشان ايه؟ كلمي. عشان الوزير جعفر قال فين الرسالة اللي كانت مع القتيل. افتكر ان خطيبي غدا والنبي يا مولاي خطيبي بريء. ولما هو بريء هرب ليه؟ هو مهربش. امال هو فين؟ هو هنا في القصر. هنا في القصر؟ جه عشان يقابل الوزير جعفر ومن يومه ولا حس ولا خبر. وهيفضل خطيبك لا له حس ولا خبر لحد ما تظهر الرساله.
يعني ايه يا مولاي؟ يعني خطيبك هتقتله اذا ما ظهرتش الرساله. يا مصيبتي انا، انا فتك في الكلام يا مولاي، ربنا صار الحق. ازاي؟ اهل الحي لقوها مرميه جنب السبيل. وهي فين؟ مكتوبه بالرموز. حل الرساله دي يا رب مولاي. علشان كده جعفر راح عندها في البيت. الوزير جعفر وصل يا مولاي، نساله عن موضوع البنت دي. سوس روح انت روح مولاي. صباح الخير يا مولاي. اهلا جعفر. انت شفت الاموره دي قبل كده؟ ايوه يا مولاي. بتقول ان خطيبها جا هنا علشان يقابلك؟ يا ترى قابلته؟ ايوه يا مولاي. وعملت معاه ايه؟ قتلته. ها؟ قتلته! بس عرضت لكل حاجة، ودوها على الحريم. يا وليه عملت كده؟ حاول يعتري عليا يا مولاي. لا جعفر انت خاين. ها؟ انا يا مولاي؟ وبكار كمان. بقالك كام سنة ماسك سوق السلاح؟ 5 سنين يا مولاي. 5 سنين؟ ولا تقوليش ان في سوق السلاح بنات حلوة بالشكل ده. انت مكار يا جعفر، مكار. شايف شركس؟ شايف؟ جبت رسالة؟ ما لقيتش قمر. هي كانت مع قمر؟ ايوه. لازم وقعت في ايد شركس. وايه اللي يوصلها لشركس؟ اصل خطيبتك جت هنا تسأل عليك. قمر جت هنا؟ شركس دخلها الحريم. تعال هنا. رايح فين؟ اقتله. ما تتهورش. ما اقدرش اسيب خطيبتي في حريم شركس. انا هعمل المستحيل علشان ابعده عنها. لحد امتى؟ لحد ما تقابلها في اقرب فرصة. قبل شركس ما يشوفها ويأثر عليها وياخد منها الرسالة. قمر محدش يقدر يأثر عليها. أصلك ما تعرفش شركس. تعال معايا. أنا حمهيتك لكل الحريم. ارضي بنصيبك يا بنتي واسمعي الكلام. أنا استحيل أرضى بالنصيب ده يا تاج. وهتعملي إيه؟ هنتقم لخطيبي أحمد للوزير جعفر. وإيه اللي هيوصلك لجعفر؟ الأمير هو اللي هيخليه ينتقم لي. أنا خايفة عليكي منه يا بنتي. ما تخافيش عليا يا دادا، أنا تربية سوء السلاح. طب اقلعي هدومك يا بنتي عشان تستحمي. مش عاوزة استحمى ومش طايقة الهدوم اللي عليا. لكن ده أوامر السلطان. وأنا مالي مال السلطان؟ هو بالعافية؟ يا حبيبتي بالعافيه. ما دام دخلت هنا يبقى كل حاجه بالعافيه. ربنا يهديكي يا بنتي. ما تبصيش عليها يا دادا، يمكن مش عايزه تقلع. ده السلطان مفضلك علينا. فيك ايه احلى مننا؟ فرجينا. طيب مشكور. انت مالك وما ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا بنتي؟ بعيد يا مولاي. ليه يا كتكوت؟ مش عارفه.
حلوة قوي كلمة مش عارفة دي. تعالي تعالي ما تخافيش. سقط عليك النبي يا مولاي، خليك بعيد. انتي خايفة مني؟ انا بخوف يا كتكوت. لا العفو يا مولاي. امال بتهربي مني ليه؟ انا ما بهربش ما بهربش. قوليلي انتي مبسوطة هنا؟ مبسوطة بوجودك يا مولاي. خلاص ما دام مبسوطة هنا تعالي ننزل المية نبلبط زي السمك. ها؟ أنا ما بحبش السمك. بلاش سمك، أمال تحبي إيه؟ بحبك أنت يا مولاي. يا سلام، الكلمة الحلوة دي ما سمعتها صادرة من القلب إلا منك أنت. أنا كمان حاسس إنك دخلتي جوه قلبي، ولازم تفهمي أنت من النهاردة خلاص بري حريم بتاعي أنا. يعني إيه يا مولاي؟ يعني بقيتي مراتي. ها؟ من غير كتب كتاب؟ سلطان ما يكتبش كتاب ابدا. ويبقى حلال؟ نكتب الكتاب. ومهري؟ اطلبي اللي انت عايزاه. انا مهري غالي. مفيش حاجة تغلى عليكي يا كتكوت، هلبسك تاج الماس. ما يكفي. واسورة ذهب. ما يكفي. وعقد لولي. ما يكفي. ايه ده يا كتكوت كله ما يكفيش ما يكفيش ما يكفيش؟ امال عايزة ايه؟ ما تدخلش عليا؟ اطلبي عيوني. طب احلف كلمة السلطان لا ترد، اطلبي. انا عاوزة راس الوزير جعفر. بتقول ايه؟ جعفر؟ راس الوزير جعفر؟ كتير عليا يا مولاي. انت ناسيه مين جعفر؟ ده الوزير الاول بتاعي. ومولاي نسي ان هو اللي قتل خطيبي. ها؟ فين عدلك؟ موجود. فين انصافك؟ موجود. فين حبك؟ برضه موجود. اديني حقي. مش خساره فيكي راسك. صحيح يا مولاي. والف راس زي جعفر فده الحلاوه دي. لما تدفع المهر معاكي حق. حضري نفسك لاعظم مفاجاه بكره. حسبت لك وحسبت لكل الشعب ان انا بحكم بالعدل، مفيش فرق عندي بين وزير ولا غفير. يا رب سامحني. قومي يا بنتي الى هدومك هناك. مش عاوزه انام. مش عايزه تنامي؟ ده امر الامير عشان ترتاحي عشان حفله بكره. حفله ايه؟ حفله ايه؟ ده الامير هيعلن الشعب كله علشان خاطر يقدمك ليهم انك عروسته الجديده. وسمحت في القصر ان الامير هيعمل مفاجاه، وكل اللي بيقابله بيقول له عروستي مهرها غالي قوي. انا مش هنام ومش هيجي له نوم ابدا يا دادا الا لما اقبض مهري. ربنا يا بنتي ناوي لك اللي ببالك. دم احمد مش ممكن هيروح حضر ابدا يا دادا، مش ممكن. يا بنتي انت مش قد الكلام اللي بتقوليه ده. طب قومي ارتاحي لك شويه. سيدي يا دادا انا مرتاحه كده. امرك يا بنتي. عشان ينجيني. طب انا ماليش قعد هنا بقى، خدني معاك يا احمد. اخدك فين؟
الله ما حسني يا لك لحد ما نلاقي فرصة. جعفر وعدني ما هيساعدني. انت اللي دمك على الراجل ده. جعفر مش زي ما انت فاكرة، ده معانا. جعفر اللي بهدل البلد معانا. ايوه يا دي الحوسة، ومن بال وانا في مصيبة. مصيبة ايه؟ انا طلبت من شركة. قومي ده القصر كله سهران بيحطلي في هدومي. ده ياد مكتوب لها كام. دنيا زاد مولاي، قولي لي شفت ايه في جناح الحريم؟ شفت المملوك طالع من اوضه قمر. يعني جعفر بيدبر مؤامره وساكت عليه ليه يا مولاي؟ خليه يلعب لعبته لحد ما ينكشف خالص. مش فاهم. وهتفضل طول عمرك مش فاهم. المهم فسر الرساله اللي معاك حالا وسيبنا دلوقتي. امر مولاي. لا 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 تعال عمر قول
عاوز ايه؟ ممكن استأذن مولاي واشرب معاك كاس؟ مظبوط مظبوط قمر، ازاي ده من مخي حكايه زي دي نشرب كاس سوا؟ لا العفو يا مولاي، انا اللي هسيب بايدي. يا سلام، نشرب كاس من ايدك الحلوه دي. نشرب كاس من ايدك الحلوه دي. حبي يمالو فتني امار 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 امار. هات امر، هات هات نشرب كيس من ايدك الحلوة دي امر. هات هات امر، تعال تعال. مولاي مين مملوك دخل عندك الحريم؟ انت عرفت يا مولاي؟ اه؟ وليه ما قلتيش؟ انا خفت احسن تزعل يا مولاي. اه على كل حال انا قبضت عليه قبضت عليه قبضت عليه قبضت عليه؟ معلوم بس بينكر. طب هاتوا هنا وانا اتعرف عليه كده؟ ريحت قلبي يا قمر. هاتوا كاظم. ربنا يزيد نعيم مولاي. لا مش كفاية، أنا كمان هعملك سلاح دار. ده فضل كبير من مولاي. أنت تستاهل كل خير كاظم، تعالى تعالى. أنت هتشرب كاس عشان فرح مولاك. اشرب. اشرب. لا يا أحمد اوعى تشرب. أحمد يعني مش كاظم. اقبضوا عليهم اقبضوا عليهم الغشاشين الكذابين كلاب ملاعين. أحمد خطيب قمر، مين اللي محرككم؟ مين اللي محرككم؟ اتكلم أنت. خدوهم على السجن. احمد انكشف وشركس قبض عليه هو وقمر. طيب اقعد مكانك بسرعه. شوش كل الجواري بره بره. كلاب تعبين، الخونة اللي بيتعاونوا مع نور الدين، إذا كانوا فاهمين مولاهم عبيط يبقوا حمير. أنا ما كنتش نايم على وداني يا جعفر زي ما هم فاكرين. أنا إذا كنت بغمض علشان أشوفهم، وإذا كنت بسد وداني علشان أسمعهم، وإذا كنت بسكت علشان أسيبهم يتكلمهم وأفهم أسرارهم. إسماعيل درة. مولاي فكيت رموز رسالة نور الدين؟ ايوه يا مولاي، انتهيت منها النهارده بس. اقراها. سيكون الفرح في اليوم المحسوب بنقطتين من الشهر المحفوظ،
يعني حيكون الهجوم فجر يوم الاثنين الاول من شهر رمضان. سيصل الموكب الى الانطرة عند الطلوع، يعني عند الشروق. العنب والتين من الفيوم.